شنو هاي؟ يطردوني من الشغل، يقولوا لي تحرق المكان كله ما ادري شنو، والجو مال المكتب صار حار، حسبي الله ونعم الوكيل، طردوني من الشغل، انا البليز، البليز الناري طردوني، والله اللي ارجع انتقم من هاي الشركه اللي طردتني، شركه بعرور كرافت، اللي ارجع انتقم من عدو، اوكي، والله انتقم من عدو، هسه واخيرا وصلت لبيتي، بس انا حرجع انام، ارتاح وبيتي، هلا هلا، ويا بيتي بيتي احترق، حار 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 حار، يما العجين يما. اي هسه تمام هسه تمام اوكي. هسه انا راح ادخل بالبيت مالي نقول بسم الله. والله طلعت من الصبح الساعه 8، شنو هاي الدخان؟ انا رحت ب 8 الصبح للشغل طردوني قالوا لي تحرق المكان. حتى التلفزيون مالي خربان، اوكي راح اجيب سعديه تسوي لي التلفزيون، اوكي مو مشكله، خليني اشوف عندي هنا انا اكل شيء اريد اكل. يا جماعه عادي، حتى الغساله خربانه، غساله بالمطبخ سبحان الله، ما عندي اكل ما عندي اكل. اوكي بس خلي ارتاح لي شويه، بس ساعه ساعتين ارتاح بها لان تعبان، وبعدين اروح ازور هذا العنكبوت الموجود هنا. أنا يقولون هذا العنكبوت يعني مسالم، ايضا يبحث عن شغل او عنده شغل، ما ادري الشركه ما ادري شنو، ان شاء الله يعينني بالشركه مالته مال صناعه الملابس وبن خيوط العنكبوت ما ادري شنو. اوكي مو مشكله خلي انام حتى ان شاء الله ساعه، اسمي ساعه الساعه هسه، واخذ دخان واخذ دخان بغرد خان، الساعة هسه 13، تصير 15 اقعد. اوكي يلا 1 2 3. ما عندي شغل، ما عندي فلوس، كل شيء ما عندي، هسه شلون مرتاح؟ شو اسوي؟ الليل قرب بيجي واني حتى حق خبز، اكل، ماي، كل شيء ما عندي. والله مو وضعي هاي، اني العنكبوت الغريب العجيب، هسه ليش كذا؟ ليش؟ شوفوا يا شباب، هذا البليز اللي من النار، ما ادري بليز الغضبان، يقولون عنده فلوس وغني كلش وعنده هواي فلوس، بس اني هيجي حاضي تبن، ليش كذا؟ شلون ورطاي؟ اوكي مو مشكله خليه يعبر من هنا. انا دقيقه خليني اشوف شاكو هنا. هاي شنو؟ اعتقد اكو واحد نايم هنا. هاي شنو؟ اكو لافا. اوكي همزين ما لمست اللافا. اوكي خلي اشيل هذا النار. عجيب، اي هذا هو البليز هنا. اوكي خليني اروح له ادق عليه الباب. السلام عليكم. اي السلام عليكم اخوي البليز، افتح لي الباب اخوي البليز. اني اخوك صديقك. شنو هاي الريحه؟ افتح لي، شبيك؟ افتح لي الباب. ها عنكبوت طلع. ما تخاف كل شيء ما راح اسوي لك، كل شيء ما راح اسوي. وين النعال؟ النعال وين؟ النعال وينه؟ ما أم... ليش تريد النعال؟ ليش تريد النعال؟ ايش لك علاقه بالنعال؟ العنكبوت جاري. لا لا عليكم، شلونك؟ السلام عليكم، افتح لي الباب. اوكي ما شاء الله اليوم ايش عندك جيت لي؟ والله الصراحه اخوي والله مستحي منك يا اخي، الصراحة اريد مساعدتك، ليش كذب عليك؟ اريد مساعدتك. اوكي يعني بخدمتك اساعدك، بس بشنو اساعدك؟ والله الصراحة اخوي اريد شوية اكل على ماي على خيوط عنكبوت، والله الصراحة ما قدرت انتج ولا خيط عنكبوت، تعرف يعني. هاي شنو تريد اساعدك مثلا؟ اكل، ماي، اي شيء يا اخي، والله اي شيء ما. لا اسمع، انا طردوني من الشغل وتعبان 10 مرات، تعبان اكس 4. اوكي يلا اطلع برا روح. طيب اخي بليز يقولون انت بليز غني وما ادري شنو، عندك هواي فلوس في الثلاجه مالتك، متروسه اكل، متروسه سندويتشات وجبن. ارجوك يا اخي عطني. انا حاليا عندي ظروف صعبه، ظروف وفايلات. اطلع برا يلا اطلع يلا. اوكي خلاص راح اطلع. اي 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 اوكي الله لا يعطيك العافيه يا كلب. ورع شبيه يا عنكبوت، شبيه. انا بدل ما اقول لك يا كلب اقول لك يا عنكبوت. يلا اطلع برا راح. يلا مع السلامه. يا اخي ليش كذا؟ ليش هذا ما يساعدني؟ ايش سويت له انا؟ ايش سويت له حتى ما يساعدني؟ اوكي مو مشكله خليه يصعد فوق هذا الجسر، ما ادري برج المراقبه ما ادري شنو، خليه يصعد عليه، ابقى هناك فوق اتونس اشوف شاكو ماكو. اوكي خليه يصعد احسن لي. اوكي حتى نسي شلون اصعد، بس شلون ارط هاي؟ اوكي مو مشكله خليه ابقى هنا احسن لي، خليه ابغى اراقب شوي المنطقه. ايش شنو هاي المنطقه؟ شنو هذا الصوت؟ من هذا جاء من بعيد؟ أنا جاي أبحث عن عنكبوت، سمعت إنه أكو عنكبوت عايش بهاي المنطقة، وينه؟ وين راح هذا عنكبوت؟ عنكبوت بعرور، عنكبوت وين راح العنكبوت؟ هذا من هذا العنكبوت؟ هذا منو؟ هاي وش جاي تسوي هنا؟ لا 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 هاي شنو؟ عنكبوت لا 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 ايش تسوي هنا؟ ايش تسوي؟ ايش جاي تسوي؟ أنا سمعت من أصدقائي الحمير يقولون إنه أكو عنكبوت يسوي خيوط رائعة مال ملابس، يعني أنا جيت أرد أفتح وياك مشروع
وان شاء الله نصير اغنياء انا وياك. ايش قلت؟ شنو مشروع يا اخي؟ انا ما انطي العنكبوت مالتي لاي احد. ما انطي. لا ترى اسمعني انت، بدل ما تسوي بعرور انا اخذ البعرور مالك واصنع بيه ملابس. ايش قلت؟ تاخذ البعرور مالتي وتسوي بيه ملابس، بس مقابل شنو؟ مقابل تاخذ 10% من الارباح. ايش قلت؟ 10%؟ لا قليله، 50% واوافقك. اوكي 40%، لان انت اصلا راح تسوي بعرور ريحته خايسه. لا 44% واوافقك. روح. لا 30%. 70%. شنو 70%؟ لا 5%. 30%. اسكت يا اخي. انا اللي راح انظف بعرورك وانا اسوي ملابس. 20% اخر كلام. 10% وكلنا فرحانين. 5%، اقول 5% وتشوف خير ان شاء الله. ولا فلس. اي موافق. لا غيرت راي. اسكت. غيرت راي. اوكي خلاص 10%. 10% تمام. تعال نلعب حجره ورقه مقص، واللي يفوز يختار نسبة تعجب. ايش قلت؟ اوكي يلا حجره ورق مقص. يلا حجره ورق مقص. بعروره اشطلع لك. انا طلعت لي هاي شوفها، يعني بعروره. انا بنزل. نم. اوكي خلاص موافق، بس شرط، لازم تعطيني اكل. لازم اكل، وبعدين ورا ساعات يتحول الاكل الى خيوط عنكبوت. ايش رايك؟ خلاص انا موافق، وراح اعطيك نسبه 50% اول شهر، والشهر اللي بعده اعطيك 0%. ايش قلت؟ هذا يلا اكل. اكل. خلاص راح اعطيك اكل. انت العنكبوت شنو تاكل؟ والله اي شيء. عطني حتى تبن، مو مشكله. طعم خيالي. اقول لك صدق تاكل هذا؟ انت تحب التبن؟ كل شيء اكل انا، كل شيء. التبن وين موجود؟ التبن. خلاص اكل هذا بعرور. اوكي يلا، هذا مريده. خذ. اوكي خلاص اسمع، خلاص طولنا بالكلام. هسه ورا ساعه راح يتكون العنكبوت. اوكي يلا روح انقل. بس تعال سؤال، انت شلون تسوي خيوط العنكبوت؟ ما قلت لي. بالبعروره. اقدر اشوف شلون تسوي البعروره؟ لا ممنوع، حرام. وخر. والله لك قلت لك. خلاص باكر اجي استلم البعروره ان شاء الله. خلاص يلا روح يلا. حسبي الله ونعم الوكيل. من هيجي ناس يستغلوني، ينطوني اكل ويريدون اجيب لهم بعرور، ما ادري خيوط عنكبوت، وبعدين يروحون يبيعونهن بسعر كلش غالي. اوكي مو مشكله، هسه خلي اروح فوق هذا البيت او فوق هذا البيت وانتظر لين ما تجيني البحروره. بس مشكله هاي، لازم اكلات او وصفات سريه اكلهن. يلا يصير هذا العنكبوت، ما ادري شنو اللي يريده ذاك الساحر، ما ادري شنو. بس اعتقد هذن الاكلات الغريبه العجيبه بس عند البليز الغضبان اللي يقدر يساعدني، يعني بس بليز الغضبان اللي يقدر يساعدني ويعطيني هذن الاكلات. بليز الغضبان افتح لي الباب. بليز الغضبان. منو بالباب؟ منو؟ اني افتح لي الباب يا اخي. اني صديقك العنكبوت، افتح لي الباب. لا اله الا الله. تعال ادخل. شو تريد؟ ارجوك اريد اكل. النوع البعروري. عطني. يعني ما لقيت يعني اسمعني، هاي مدينه ايش كبرها وايش قدها، روح لاي واحد يساعدك مو اني. يا اخي والله احتاجك انت، وين رحت؟ يلا اطلع برا بسرعه. اطلع يا رجل. ليش تطردني كذا؟ سويت لك يا اخي. تطردني. انت عنكبوت كريم، انت عنكبوت كريم. والله كل شيء. هيا اخرج برة. طيب اخوي والله اقدر اسوي لك اي شيء تريده. ارجوك بس انطيني اكل يا اخي. اوكي انا راح اعطيك اكل، بس عندي شغلتين تسويهن. اوكي؟ شغلتين. اول شغله تفتح الباب. شنو؟ افتح الباب وقف برا. يلا شنو؟ سد الباب. بعد شنو؟ يلا مع السلامة. يا كلب افتح لي الباب يا كلب. والله انتك بعرور. والله انتك بعرور مالتي. شنو؟ بعرور. والله انتك بعرور مالتي. بعرور مالتي. والله انتك. انطيك. البعرور مالك النادر. خلاص انا اسوي اي شيء مقابل بعروره. خلاص شنو تريد من عندي؟ قل لي شنو تريد. اكل. اريد سلطعات برجر، واريد بيتزا حتى اجيب البعرور. اوكي هذا اللحم
تقدر تطحنه وتسوي همبرجر، اوكي؟ وهذا الكوكيز، اخذ 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 هذا كافي؟ اوكي خلاص خلاص، اروح اطحنه واجي، اوكي؟ خلاص. قصدك تسوي بيه بعروق؟ يلا ما عليك ما عليك، والله هسه راح اكله كله هذا، اوكي؟ هذا اللحم كلش حلو، كلش احب هذا اللحم. اوكي كوكيز 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 كوكيز، اوه شقد دوده هذا كلش صغير، اوكي خليه اكله. طعمه مو حلو ما عجبني، خلاص راح ادبه في المايه. اوكي جولدن ابل، جولدن ابل كلش حلو. اوكي بوتيتا خايسه. اوكي بطيخ اوكي بطيخه، اوكي نحط ثلاثه بطيخات، بطيخه هنا وبطيخه هنا، والباقي نشمره في المايه. اوكي لحم دجاج، بوتيتا هاي ما نحتاجه، نشمر هاي البوتيتا، عندنا هاي الشوربه. اوكي اذا اكلتها ما اظني السته ما ادري الخمسه، يصير عندي قدره خارقه. اوكي ناكل هاي الشوربه، لحم الدجاج، بطيخ اوكي اخر حبه بطيخ وخلاص. اوكي هسه تمام، هسه لازم اطلع. اصعد يا وري اصعد. اوكي اصعد خل اقعد هنا تمام، هسه صعدت فوق وهسه انتظر لين ما تجيني البعروره. بطني بعروره، جت البعروره، بحروره خرافيه صايره. بطني بطني بعروره درست كل هذا سطح كله بعروره صاير. لا اوكي اوكي خلاص اوكي اعتقد كلش كافي اوكي خلاص درست كل هذا كله بعروره، هسه بس بقى شي واحد انه يجيني ذاك الورع مدري الساحر وابيع لهذا البعرور وينطيني فلوس. واخيرا وصلت الى هاي المدينه مره ثانيه، اني اتفقت ويا العنكبوت انطيني البعرور ماله او الخيوط، وهسه اني وصلت لبيت العنكبوت. اوكي خلي اروح له. اي العنكبوت، اي فوقك بالسطح. وين بالسطح ايش صعدك فوق؟ اني هذا ما يلا تعالي يلا سويت اللي تريده، يلا تفضل يلا. شنو شعدك فوق؟ ما قلت لي شعدك زين. غمض عينك. اوكي غمضت عيني. يلا قلب وجهك. يلا جاهز؟ قلبت وجهك. والله انا متحمس كلش. ها؟ تضحك علي لو شنو؟ وين البعرور؟ وين الخيوط؟ هذا كله، هذا كل البعرور، ما تشوف؟ ماكو شيء، تكذب علي، كذاب. لا والله صدق، هذا قدامك، هذا هو البعرور الاسطوري الغريب العجيب. يا اخي ماكو شيء، ما جاي اشوف شيء، السطح فارغ مال البيت، كل شيء ماكو. شنو كل شيء ما بيت؟ تستهبل؟ شنو نظيف يا هذا؟ نم نم نم. انت غبي، قل لي وين وديت البعرور؟ ما جاي اشوف اي شيء، والله ما جاي اشوف شيء. نسيت، لازم تسوي شغله حتى تقدر تشوفها. اكو كلمه سحريه لازم تقولها حتى تقدر تشوف البعرور السحري، اوكي؟ ما استفهمتك، شنو كلمة السر؟ أريد المتابعين يضغطون لايك ويشتركون بالقناة ويفعلون جرس التنبيهات حتى تجيك هاي الخاصية وتقدر تشوف البعرور السحري، تمام؟ يعني المشتركين لازم هسه يخلون لايك ويشتركون بالقناة ويفعلون جرس التنبيهات حتى أقدر أشوف هذا البعرور. بالضبط. أوكي شباب الله عليكم، لايك، اشتراك، تفعيل جرس التنبيهات حتى اقدر اشوف البعرور، اوكي؟ يلا انتظركم حتى اقدر اشوف البعرور. اوه هاي شنو؟ هسه اقدر اشوف البعرورات، اقدر اخذن بعرور. اي تقدر تاخذن. اي بعرور. يلا صاد. بعرور. هلة بعرور. همطر والله بعرور انا. بعروره. يا اخي خربت المنطقة يا ابي، ايش فيك؟ نعم 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 نعم. اوكي يلا. بعرور. يلا شيل. دقيقة، خليني اشوفها. بعرور حقيقي هذا. طيب اسمع، اريدك انطيني خمس حبات، اوكي؟ وخذ الباقي لك، اوكي؟ عطني خمس حبات. شنو ايش فيك؟ شنو ريحتك؟ شنو بالعكس، هذا بعرور سحري، شوفه، بعرور سحري غريب عجيب. يلا عطني خمس حبات، عطني خمس حبات. انا اتفقت. خمس حبات. خلاص راح اعطيك خمس حبات مال شنو؟ مال هذا البعرور مالتي، عطني يلا. لا تبوقني. راح اعطيك. عطني. راح اعطيك خلاص. اخذ واحدة. اي. اثنين. اي بعد 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 ثلاثة. اي بعد واحدة.
أربعة خمسة، هذا صار عندي خمسة. يلا الله يعطيك العافية. أوكي يلا روح انقلع حتى أحسن. أخوي البلايز افتح لي الباب. أخوي البلايز شتري آني آني آني. يلا يلا جبت لك البعرور اللي تريده. أهو بعرور. أي هذا هو اللي تريده أخو. دقيقة يلا يلا أخوي إيش رأيك بالبعرور؟ والله هذا والله كلش كلش حلو. بس دقيقة خليني أشم ريحته. شنو عجبك؟ لا حلو كلش ترى هذا. اقول لك انت شنو كليت؟ شنو كليت البارحه؟ اللي عطتني اياه شوربه لحم دجاج بطيخ. بوتيتي خربانه وكل شيء خربان. طيب كل خربان. اي ذكرت هذا بعرور حقيقي. والله ما شاء الله ما شاء الله. اوكي انا راح اجمع راح اجمع. زين اقول لك والله تعال اوقف على السرير مالي. اوقف على السرير مالي. يلا بس اخوي ارجوك اريد افتهم بس شيء واحد. هسه ليش كل الناس تحب العنكبوت مالتي؟ ليش يا اخي ليش؟ بس انا اقول لك هاي الخيوط مال العنكبوت مالتك البعرورات نصنع بهم ملابس. يعني هذول الناس كلهم اللي عندهم ملابس هذا كله من البعرور مالك. شو انت ما تعرف؟ يعني لا تقول لي هذا اني كلش غاليات واني جاي اسرف بهن وانطيهن للناس. ايه البعرور مالك غالي اغلى من العسل اغلى من البعرور مال النحل بهواي. اوكي اوكي مو مشكله ان شاء الله. هاي هاي شنو شنو شاكو شاكو هذا من وراك من وراك بابا من وراك شنو 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 ترى بديت اخاف اخوي. شنو اسف من وراك بابا من وراك بابا هاي شنو